فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أبيت عند أختي المتزوجة مع أنني ألتزم بالحجاب؟ هل يجوز لي أن أبيت عند أختي المتزوجة مع التزامي بالحجاب وعدم مخالطتي لزوج أختي، وعندي غرفة خاصة أبيت فيها، فهل هذا جائز؟ نعم، ليس خلوة ما دام في البيت أحد، ما دام في البيت أحد غيرك أنت والرجل، فيه زوجته، فيه أولاده، فيه، هذا ليس خلوة، لا مانع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.